الحديث قبل قليل أيها الأحبة كان عن قدوات ونجوم كانت تعيش معنا في مجتمعنا ثم قدمت على ربها. تلك الرموز، تلك العقليات، كان منها الدكتور البروفيسور خلف بن ردن أمطيري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يجعل جنان الخلد مستقره ومستودعه. اللواء خلف بن ردن استشاري مخ وأعصاب، ونال الدرجات العليا في ذلك، وكان له قدم فضل على كثير من السعوديين، وكان هو المسؤول عن مركز المخ والأعصاب في المستشفى العسكري وقبله في الملك فيصل. كان رجل غير عادي، حتى أنني أنا عرفته في آخر حياته، جمعنا جروب واحد، عرفت من مقربين منه أنه انتقل إلى حائل بعد تقاعده، ثم قام على عمليات جراحية يقيمها في مستشفى حائل لأهل حائل، مع أنه كان متقاعد وخارج نطاق العمل، إلا أنه آلى على نفسه أن يدع الراحة والدعة والاستجمام التي ينبغي أن يقضيها من كان في عمره، وأن يقوم على خدمة أبناء وطنه وذويه وإخوانه وأهله وأهل منطقته، وأن يكون معهم في السراء والضراء، وأن يجري لهم العمليات الدقيقة التي لا يصل لها الإنسان إلا بشق الأنفس، عمليات المخ والأعصاب. وكان لا يأخذ ريالا واحدا على أي واحد يجري له عملية، إلا إن كانت لوازم العملية تقضي ذلك، لكن لجيبه فلا. رحم الله خلف بن ردن، أشهد بالله أنه كان قدوة، وأنه كان رمز في مجاله، وأنه كان مبدع، وكان يخص الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة بعملياته وإجراءاته. هذه هي القدوات، هذه هي الرموز. لا ما يصنعه لنا السناب أو التيك توك من بعض القدوات السيئة، مما يزاهدني في أرض أندلس، أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يدعون بأنهم قدوات، ويسمي واحد نفسه الفلاني السؤدد المجد العزة العظمة، وهم والله لا سؤداد ولا مجد ولا عزة ولا عظمة، ولا نفعوا المجتمع بشيء ولو يسير. ينبغي أيها الأحبة أن نحرص وأن نبحث وأن نقرأ وأن نطلع على سير أمثال هؤلاء العظماء، ممن خدموا الوطن، ممن ساعدوا في رقيه، ممن جعلوا في قمة السماء.